السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. وصلنا إلى عرض الحالات السريرية، وصلنا للحالة رقم 3. هنعمل تعديل بسيط بعرض الحالات بناء على الاقتراح من أحد الأخوة الأعزاء، بأنه نعرض الحالة فقط بهي المحاضرة، والمناقشة أو مناقشة المرض المسبب ممكن نعرضه بمحاضرة تانية. هذا شيء بيختصر من وقت المحاضرة، وبالتالي بيصير متابعته أسهل. نبدأ بعرض الحالة. في عندي مريضة كوكيجن، يعني بيضاء، عمرها 21 سنة، اجت لعندي بشكوى بدء جديد لوذمات بالطرفين السفليين من حوالي 3 لـ4 أسابيع. هي مشخصة بارتفاع ضغط بسيط، في أنيميا، في فقر دم، الهيماتوكريت عندها 28 من 6 أشهر. ما بتاخذ أي أدوية، سواء أدوية موصوفة أو أدوية غير موصوفة. بالفحص السريري عندها ضغطها 132 على 88، في عندها وذمات 3 بلس بالطرفين السفليين. بتحاليل الدم عندها في الكرياتينين 0.5، بول 24 ساعة في عندها 10.7 جرام بروتين، وهذا رقم كبير. الطبيعي النيفروتيك رينج اكثر من 3.5، هذا 10.5. الالبومين، السيروم البومين عندها 1.7، كمان هذا منخفض، فهي عندها وذمات، فهذا بشكل كله مع بعضه نيفروتيك سيندروم. الفحص البول عندها، في عندها 4 بلس بروتين، ما عندها هيم، ما عندها بالديبستيك، والسيدمنت تبعها ان اكتيف، غير فعاله، يعني ما في عندها اسطوانات ولا في عندها كريات مشوهه. بفحص المصلي، فحص التحاليل المصلية عندها كلها كانت نيجاتيف أو طبيعية، سواء كان الـ ANA، الهيباتيتس S أنتيجين، الهيباتيتس C أنتيبادي، الأنكا، كله كان إما نيجاتيف أو طبيعي. الخزعة الكلوية، نعمل لها خزعة كلوية لنشوف شو قصتها. فهذا السلايد الأول، راح أعطيكم 5 ثواني لتفكروا فيه وتحطوا تعليقاتكم. بنتقل للسلايد اللي بعده، كمان بعطيكم 5 ثواني. هذا اي اف امينو فلوريسنس للاي جي ام. بنتقل للي بعده، هذا مجهر الكتروني. وبنتقل للسؤال، شو هو أفضل تشخيص لهيك مريضة؟ هل هو focal segmental necrotizing and crescentic glomerulonephritis، يعني التهاب كبوة كلية بالأهلة، نخري بالأهلة، focal segmental يعني بؤري قطعي. هل هو focal segmental glomerulosclerosis، تصلب كبي بؤري قطعي. الكولابسينج variant، من النمط الكولابسينج اللي هو المنخمص. هل هو اللي بيسموه كولابسينج جلوميرولوباثي، اعتلال الكبب المنخمص او الانخماصي. هل هو مينيمال تشينج ديزيز، ده قليل التبدلات. هل هو الاف اس جي اس ان او اس، الاف اس جي اس قلناها هو التصلب الكبي القطعي البؤري او البؤري القطعي. ان او اس يعني نون اذروايز سبيسيفايد، هذا نمط من انماط الاف اس جي اس. او هو ميمبريناس جلوميرولوباثي. بعطيكم وقت، ممكن تثبتوا الفيديو وترجعوا تشوفوا السلايدات من جديد وتشوفوا تعطوني شو رأيكم، وبعدها ننتقل للإجابة. ببدأ بقراءة السلايدات. بداية أنا شايفهم كبة كلوية، شايف الأنابيب حواليها. الملون المستخدم، لاحظوا أنه هذا البيربل، هذا اللون الأرجواني، موجود على الكبسول، موجود على البيزمنت ميمبرين تبع تيوبلز تبع الكابيلاري. فهذا PAS، فالملون المستخدم هو PAS. الجزء العلوي من الكبة الكلوية تقريبا سليم. لاحظوا أول شيء المسافة البولية سليمة، فري، ما هي ملتصقة بالكبسول، ما في التصاق. لاحظوا أنه الكابيلاري معظمها مفتوح، ماني شايف شيء مسكر فيها، تقريبا كلها مفتوحة. البيزمنت ممبرين تبع الكابيلاري تقريبا نفس سماكة البيزمنت ممبرين تبع التيوبلز، فنفس السماكة، ما في تسمك بالغشاء القاعدي. إلا أنه مفتوحة، ما في بروليفريشن، ما في تكاثر خلوي داخلها. الميزانجوم تبعها تقريبا شايفه سليم، ربما هون نعلق عليه، بس يعني عموما سليم، ماني شايف تكاثر. حقيقة الجزء السفلي من الكبة هو المصاب، لاحظوا هاي المنطقة الكلة المصابة، عبارة عن الكابيلاري كلها مسكرة، تراكم مادة
PAS positive اختل باس، هذه سكليروتيك ليجن، هذه سكليروسس. سكليروسس بالتعريف انه بيصير في عندي انخماص بالكابيلاري، بتسكر الكابيلاري وبتنحط بماتريكس او ماده خلوي، ماده خارج خلويه. ما حعلق على الابيثيليال سيلز، ربما الباثولوجيست يقول لك انه هي هايبرتروفايد او يقول لك شيء ثاني عنها، معني بهالقدره اني احكي عنها. لاحظوا انه البومن سبيس هون مسكره في التصاق بين الكبسول وبين السكليروتيك ليجن. لاحظوا انه البي اي اس بوزيتيف بهذه الليجنز، لاحظوا اللون تبعها، قارنوه باللون الكبسول، فهي بي اي اس بوزيتيف. فهذه سكليروتيك ليجن سيجمنتال سكليروسس، اخذت نص الكبه الكلويه فهي سيجمنتال سكليروسس، لو كانت اخذتها كلها او اكثر من نصها فهي جلوبال سكليروسس بتكون. بالمقابل فوكال فيرسز فوكال فيرسز ديفيوز، لما بيكون عدد الكبه المصابه اقل من النصف بنقول عنه فوكال، لما بيكون عدد الكبه المصابه اكثر من النصف بنقول عنه ديفيوز، وهذا الشيء لازم نطلع على مقطع كامل يشمل عد كل الكبب الظاهره بالسلايد. نرجع للإميونوفلوريسنس، لاحظوا الاي جي ام هو معمول الاي جي ام هذا فبوزيتيف بهي المنطقه فقط، قارنوها مع هي المنطقه مع البي اي اس، هاي المنطقه المتصلبه، فهذا الاي جي ام هذا محتبس ترابت، هذا الاي جي ام هو جزيء كبير، جزيء خماسي، فبيحتبس بهي المنطقه، منطقه السكليروتيك، وليس ترسب معقدات مناعيه بنقول عنها الاي جي ام، لا هذا فقط هو احتباس لجزيئات كبيره. بالنسبة للمجهر الالكتروني، لاحظوا انه هذه الكابيلاري، هذه الكريات الحمراء، فهذه داخل اللمعة وهذه خارج اللمعة، ما انا شايف معقدات مناعية مترسبة بالبيزمنت ممبرين، اضافة لانه الفوت بروسيس افيست ممحية، شوفوا كيف الفوت بروسيس مسكرة او مرتبطة او ملتحمة ببعضها. هذا كله بيحط تشخيص ال FSGS، وما انه نحن ما بنسميه ال NOS non otherwise specified، لانه في انماط ثانيه، انماط نسيجيه، ممكن لو شفنا التصلب اقرب للتوبولار بول للقطب الانبوبي ممكن يكون الى تسميه ثانيه، لو اقرب للفاسكولار بول الى تسميه ثانيه، وشغلات ثانيه ممكن نشوفها بالسلايد الثاني. تعليق على السلايد، مثل ما حكينا في السيجمنتال سكليروسس، في انسداد بالكابيلاري، في فقد للخلايا القدميه ما حشوفه شخصيا، وفي عندك التصاق مع محفظه بومن. ال IgM هو non specific trapped diffuse food process FS وما في معقدات مناعية، هذا كله بحط تشخيص ال FSGS non otherwise specified. خليني ارجع للخيارات لشوف التشخيص التفريقي الثاني ليش لا. نحن اول شيء عم نشوف حالة فتاة عمرها 21 سنة جايتني بنيفروتيك سيندروم، هذا هو الحالة. فصراحة الاشيع بهالحالة هو اول شيء نيفروتيك سيندروم، قلنا التشخيص التفريقي للنيفروتيك سيندروم هي خمس امراض. ال FSGS هو اشيع شيء بيصيب الشباب، المينيمال تشينج بيصيب الاطفال، وعند هي المريضة هي في تصلب بالكبة شفناه، وبالتالي هي ما هي مينيمال تشينج. الممبرينس بيصيب الاكبر سنا حوالي 40 ل 50، وبده يكون في معقدات مناعية، في نموذج مميز للاصابة ما شفناه بهي الحالة. هلا الكولابسنج فاريانت لل FSGS احد انماط ال FSGS، الكبة كلها بتنخمص على بعضها، ممكن نشوفه لاحقا بحالات ثانية. والفوكال سيجمنتال نيكروتايزنج اند كريسنتيك جي ان، بده يكون في كريسنس وما شفنا الكريسنت، فهي الحاله ما هي هي الحاله. السلايدات السلايدين الاخيرات بس كتذكير بسيط بال FSGS، انه في عندي تصلب بجزء من الكبه، الكابيلاري بتسكر وبتتراكم حولها ماده خلويه او ماده خارج خلويه عفوا، وفي انماط نسيجيه اربعه للاصابه او خمسه، ال NOS هو non otherwise specified، لما ما بيكون واحد من هدول هو ال بنسميه NOS، بينما لما بيكون تصلب اقرب للقطب الوعائي بنسميه vascular، لما بيكون تصلب اقرب للتوبولار بنسميه tip variant، الكولابسنج لما بصير في انخماص بكامل الكبه الكلويه، والهايبرسيلولر بصير في عندك سكليروسس مع فرط او هايبرسيلولاريتي، بصير في عندك بروليفريشن. عموما اللي بيهمني من هذه الانماط النسيجيه، ربما الباثولوجيست يكون اشطر مني بقراءتها، انه لما بسمع كولابسنج جي ان هو انذاره سيء جدا، وغالبا ينتهي بالقصور الكلوي النهائي، بينما التيب فاريانت انذاره جيد وبيتعالج بالستيرويدات بشكل افضل من غيره. هيك بيكون وصلت لنهاية العرض الحالي، أتمنى أن تكون أعجبتكم، لا تنسوا تعملوا لايك والشير إذا عجبتكم، إضافة للسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله نلتقي بحالات قادمة.